ارتفاع 38 كيلو متر و 870 متر. الأرض كروية تحت الكبسولة. تم فتح الباب. إذا يجب أن نترقب الـ30 ثانية الأولى، لأنه بعد الـ30 ثانية هو رح يكون بأمان. 30 ثانية الأولى من القفز هي الأخطر. لحظات تاريخية، نحن نشاهد التاريخ سويا حسن على NBC Action. نعم، تشرفت أنا شخصيا بتقديم هذا البرنامج ومرافقة الأخوة والأحبة ومتابعي. يضع رجله خارج الكبسولة الآن. أنا استمتعت صراحة كمان. مش شهد المزيد من طبعا الفحوصات والمعدات، والآن يقوم بفتح حزام الأمان. إذا قريبا سيفتح حزام الأمان وسيتمكن من الوقوف خارج الكبسولة. فتح حزام الأمان. طبعا مثل ما خبرناكم مشاهدينا ان البدله ثقيله جدا، لذلك حركته ثقيله محدوده، ويضع يده في اماكن محدوده. ايضا نشوف هزه الكبسوله، اي حركه خطا يعني تؤدي الى عواقب مخيفه. نذكركم ان لو كان لابس البدله على هذا الارتفاع يا رشا، ممكن في خلال 14 ثانيه في سقوطه ان يعني يصير شيء ما حد يبغى يصيره. نترككم مع هذه الصور الفريدة والتاريخية. غرفة المراقبة تتم تنقل لفيليكس الأجواء وتخبره ماذا يفعل. Okay, here we go. Item 34. Disconnect chest pack umbilical. أنتم تشاهدون إذا مشاهدينا أطول وأعلى وأسرع قفزة في العالم التاريخ، نشاهد التاريخ سويا من خلال NBC Action فقط. على حافة الكبسولة وتمسك بالحضان. Give me a thumbs up if they're disconnected. I don't. They're still connected. Disconnect the oxygen hose. Atta boy. All right, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. إذا بدأ العد التنازلي للأكسجين. And our guardian angel will take care of you. هذا هو فيليكس باوم غارتر، يصل الى سرعه 760 700 كيلو متر في الساعه في سقوطه. بنشوف الاول يوصل السرعه المطلوبه 1110 كيلو متر في الساعه، يعدي يحطم الرقميات الان. حطم الرقم القياسي يا رشا، حطم اكثر من الرقم القياسي المراد به 1173. يا الهي، وحطم رقم القياس الثالث. خلاص واحد. لا هو مش عارف يقوم في الارتفاع حول فيليكس يدور الان، وكان هو هذا اي دور. هناك باراشوت، نتمنى ان يتمكن من اخراجه.
الشام. ادوخ. عنده فرصة؟ قد راسه. قد راسه. قد راسه. ثبت نفسه. جميل جدا. ثبت نفسه. ثبت نفسه. اثنين قد راسه. اثنين. مسكين 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 الله تقد راسه. لكن طريقة. اخترق خلاص. نعم. عدى اكثر من 1110. والرقم اللي كانوا ينتظرون 1110 توقعه. وصل ل 1100 واكثر من 10. يا سلام هذا هو يبتسم. كيتنر يبتسم. Keep talking, Felix, keep talking. هذا هو بيتك حتى تتعيم. يتحدث الى جو وجود يتحدث ايضا حتى لا يغيب عن الوقت. اذا هذا هو الاكسجين اكسجين الاكسجين بقيل وست دقائق يعني هو عنده بعد ست دقائق go ahead إذن 30 ثانية توصل عن تحقيق الرقم القياسي الأخير. Pfizer was fogging up, but he's getting to warmer altitudes. ترقبون الآن تحطيم الرقم القياسي الأخير اللي هو 4 دقائق 36 ثانية. جو كيتنر 63. There's the shoot. There's the shoot. إذن قضى فيليكس في فتح الباراشوت. لم يحطم الرقم القياسي جو لم يحقق في السقوط الحر. يبدو أن لم يستطع الصمود. إذن ثلاثة أرقام تم تحطيمها ولكن الرقم الأخير يستمر في جو كيتنر وهو أطول سقوط حر في التاريخ. So under parachute now. إذا فيليكس الآن تحت الباراشوت في طريقه إلى الأرض. خذ خرمة عن مشاهدة. ولكن أعتقد أن يعيد توازنه بعد هذه ذيك اللفة. There's from the helicopter now. At 5 to 10, out of the north. Under canopy. And you can contact Mike Todd safely. Floating safely down to earth. نشاهد فيليكس وهو يقوم بالاتجاه نحو الأرض طبعا بعد ما فتح الباراشوت. فيليكس وترقب أرقام قياسية. الرقم الرابع يستمر فيه جو كيتنر في عام 1960 أطول قفزة أو سقوط حر بأربع دقائق وستة وثلاثين ثانية. لم يصل إلى ذلك الرقم فيليكس باوم جارتنر. جو كيتنر بطل أيضا طبعا أكيد وذلك بسبب أنه فتح الباراشوت قبل 4 دقائق و36 ثانية. ربما لم يستطع التحمل أكثر من ذلك الوقت. جو كيتنر لم يلتح لم يتعرض لهذه الحادثة. ربما هذا أكثر فيه وأثر على البلد. نعم.
وش عطال ده؟ طبعاً الآن نفير أكثر وأكثر من الأرض، وكمين بنشوف أنه هو على ما يرام ولن يغب عن الوعي. هذا هو سالم غانم بالمعلومات اللي بيساعد فيها العلم والعلماء. إذن يتحدث الآن إلى غرفة التحكم بالأرض. دموع الفرحة لعودة البطل. دموع النصر كمان. جو كيتنر لا يزال يحافظ على لقبه. إذا سنستمر أكثر من 10 دقائق الآن بهبوطه بهذا الباراشوت. إذن يقوم ضيف بالتحكم بالباراشوت بشكل جيد، وهو يستعد للهبوط الآن على الأرض. هو يقترب أكثر وأكثر من الأرض مثل ما نشوف مشاهدينا، ويستعد للهبوط. Now we see that scrub earth below. Felix's altitude is 5,800 feet. هو الآن على ارتفاع 5,000 قدم فقط. يقترب أكثر وأكثر من الأرض ويستعد للهبوط مشاهدينا. وسيقوم طبعاً بنزول على الأرض بالقرب من قاعدة روزويل كذلك. Luke's making the call to drop smoke, Felix. قام بفتح الغوطة فيليكس الآن لا يحتاج إلى الضغط لأنه هو على ارتفاع أقل من 5,000 قدم فقط. He wanted to see. I see. He wanted the smoke so he could see the wind direction. Okay, Felix, the wind is coming from the ridge. وفتح الغوطة عشان يطالع اتجاه الرياح. Art Thompson, the technical director of the Red Bull Status Program. Mike Thompson, when he talks to him, we go to him. When he goes, when he goes, Shahbaz and Surat and Wera. يبدو أن مطمئن جدا. وهو المشرف اللي يتحدث إليه على مشروع Red Bull Status. شباب اسمه ما حطي. إذن فيليكس مشاهدينا يقترب أكثر وأكثر من الأرض. وهو الآن بالباراشوت يستعد للهبوط على سطح الأرض مجددا. وصل لسرعة 1170 ويعود إلى الأرض. ألف مبروك عليه تحطيم الرقم القياسي وكسر حد الصوت. جو كيتنجر مع السلامة للبطل البطل لحظات تاريخية حاسمة ومثيرة مشاهدينا. لحظة تاريخية، لحظة رائعة، لحظة لا توصل. بعد عودته وهو يقف على قدميه أيضا، يقف على قدميه بطل ثلاثة أرقام قياسية في قفزة واحدة. جو كيتنر يستمر أطول قفزة أو تقول بينما يحطم فيليكس ثلاثة أرقام قياسية ويقوم بالقفز الحر بالارتفاع من أكثر من 120,000 قدم. اخترق حد الصوت ووصل 170 كيلومتر، أي أكثر من 69 كيلومتر زيادة عن اللي قدروه.